أهلا بكم. تمتلئ حاليا أرفف المتاجر بمختلف المنتجات، وهذا التنوع بالطبع قادر على خلق الحيرة لدى المستهلكين. في هذا الفيديو سوف نستعرض معكم مراحل الإنتاج لبعض أكثر المنتجات شعبية والتي تصنع بأحدث الأجهزة والتقنيات التكنولوجية العصرية. ابقوا معنا. البيض. من المعروف أن العناية بالدجاج وتربيته ليست أمراً سهلاً، ففي مزارع الدواجن هناك ظروف معيشية خاصة يعيشها الدجاج ليصبح إنتاج البيض في أعلى مستوياته وأجود حالته، كما أن البيض أيضاً يمر برحلة طويلة قبل أن ينتهي به المطاف على طاولة الإفطار لديك. في المتوسط تضم مزرعة الدواجن حوالي 100,000 دجاجة، يمكنها أن توفر تقريباً طنين من البيض عالي الجودة سنوياً. في مزرعة الدواجن هناك مصنع لتجهيز الأعلاف، حيث أنه يجب مراقبة صحة الدجاج يوميا بعناية. تشمل التقنيات المستخدمة نظاما آليا لإمداد مياه الشرب، وآخر للتنظيف، وثالث لجمع البيض، بالإضافة إلى نظام مراقبة البيئة. بعد ذلك يعبأ البيض ويغلف آليا أيضا، ولكن تحت إشراف متخصصين. الحلوى. لا شك أن جميع الأطفال يحبون الحلوى بأنواعها المختلفة وبألوانها الجذابة، ويرجع الفضل في ذلك إلى صانعي الحلوى المدهشة. فقط انظروا إلى تلك العصي الشهية جميلة الشكل، والتي تصنع خلال موسم عيد الميلاد مع بداية السنة الجديدة، لتضع محبيها في مزاج احتفالي لطيف. خلال نوبة عمل واحدة في أحد مصانع الحلوى، يتم إنتاج مئات الأطنان من الكراميل، وذلك بمساعدة الآلات والتقنيات الحديثة. بعض المراحل تتم واليا، ولكن العامل البشري يسيطر على عملية الانتاج. على سبيل المثال تتم عملية التشكيل والتغليف يدويا، فتصنيع الحلوى على وجه الخصوص هو عملية حساسة للغاية، وتحتاج إلى أيدي فنية ذات ذوق فني راقي لا يمكن للآلات تنفيذه. الجوز المعبأ. سابقا كان الأطفال يحبون جمع الجوز من على الأشجار، حيث يتسلقون الشجرة ويقومون بهز فروعها، بينما يقوم بقية الأطفال بجمع الثمار المتساقطة من على الشجرة. أما في كاليفورنيا يتم كل العمل آليا، فبعد تساقط محصول الجوز على الأرض تقوم آلة خاصة بتجميع الثمار في كومة واحدة، وتبدأ آلات الجمع في تحميل الجوز ويتم نقل المحصول إلى المصنع. تجفف المكسرات أولا، ثم تتحرك على حزام ناقل، حيث يقوم العمال بتنظيف الثمار من الأوراق والأغصان والمواد الغريبة. بعد ذلك ترسل المكسرات إلى طاولة الفرز، وفي هذه المرحلة يتم إزالة الثمار التالفة والتخلص منها. توصل الثمار جيدا، ثم تجفف بواسطة آلات خاصة. بعد ذلك يخصص جزء من المحصول للبيع، والجزء الثاني يتم إرساله إلى مصنع آخر من أجل التنظيف، وذلك ليصبح صالحا للبيع في المتاجر ولإرساله إلى مصانع الحلوى، حيث يحتاجون فقط للو بالثمر. في البداية يتم اختيار عينات لإجراء البحوث المختبرية، وإذا كان المنتج عالي الجودة يقشر ويعبأ آلياً. الصوف. يرفض الكثيرون حاليا ارتداء الفراء الطبيعي حفاظا على حقوق الحيوانات، والبديل عن الفراء بالطبع هو السترات الدافئة المصنوعة من صوف الخراف. يتم قص صوف الخراف بأيدي عمال محترفين ودون إيداء الحيوانات. من ناحية أخرى، إذا ترك صوف الحيوان لينمو أكثر من اللازم فسوف يسبب له مشكلات صحية عديدة، لذا فالأغنام تحتاج لحلاقة الصوف من وقت لآخر. بعد الانتهاء من جز الصوف يغسل بطريقة
طريقة خاصة للحفاظ على بنيته وخصائصه، ثم يوضع في آلات خاصة لتمشيطه وفصل الألياف. بعد ذلك يرسل الصوف إلى آلات الغزل لنحصل على قماش صوفي ناعم، والذي يقسم بعد ذلك إلى شرائط متساوية تمر عبر آلة أخرى لتنتج الخيوط الصوفية الرقيقة، ثم تنسب الآلات تلك الخيوط معا لتصنع خيوطا قوية ومتينة. الكرواسون. كثير من الناس يعشقون الكرواسون، ولكن قبل 20 عام لم يكن ذلك المنتج ذا شعبية كبيرة كحاله اليوم. الكرواسون هو في الأصل نوع من المخبوزات الفرنسية التقليدية، وتتم عملية الإنتاج من البداية إلى النهاية بواسطة الآلات، بداية من تجهيز العجين وتقطيعه، ثم تشكيله وخبزه، وانتهاء بتغليفه، لتخرج كل قطعة كرواسون تامة النضج في شكلها المثالي، وتكون جميع القطع بنفس الحجم والشكل، ثم تغلف بعد ذلك وتعبأ، ومن ثم ترسل إلى المتاجر. الكاتشب. تضاف صلصة البندورة أو الكاتشب إلى العديد من الأطباق كالمعكرونة والبيتزا، وعادة ما يحتوي الكاتشب على الخل والسكر والماء والملح والتوابل، والتي تضاف جميعها إلى معجون البندورة، ويتحقق القوام المرغوب باستخدام مكثفات نشوية. تبدأ عملية الإنتاج بحصاد البندورة، حيث تقوم الآلات الزراعية الخاصة بجمع أطنان البندورة ومن ثم إرسالها للمعالجة. المرحلة الأولى هي غسل الثمار جيدا، ثم يقوم العمال بتصنيفها واستبعاد الفاسد منها. بعد ذلك تعصر الثمار وتضاف جميع المكونات السابق ذكرها، وفي النهاية يعبأ الكاتشب ويرسل إلى الأسواق والمطاعم. المثلجات. لا تختلف عملية تحضير المثلجات في المنزل عن إنتاجه في المصانع، فإذا كان المنتج جيدا فلا ينبغي أن تختلف عملية الإنتاج اختلافا كبيرا. ففي مصانع المثلجات يمر المنتج بنفس المراحل التي يحضر بها منزليا، ولكن في المصنع تتم جميع المراحل آليا. أولا يتم نقل كميات ضخمة من الحليب من مزارع الألبان المحلية إلى مصنع المثلجات في ناقلات مبردة، ثم يضخ الحليب في حاويات التخزين التي تغذي الخلاط بالحليب من خلال أنابيب خاصة. يمزج الحليب مع البيض والسكر والإضافات الأخرى، ثم يبستر الخليط الناتج لقتل البكتيريا، وذلك بتبريده إلى درجة حرارة 2 مئوية لمدة تتراوح ما بين 4 و8 ساعات. في المرحلة النهائية تتشكل المثلجات إلى أجزاء منفصلة وتفرغ، ثم تقوم ماكينات التعبئة الآلية بصب المنتج النهائي في عبوات معدة مسبقا، وذلك بمعدل من 70 إلى 90 عبوة في الساعة. وفي النهاية تغطى العبوات وتتحرك على حزام الناقل لتصل إلى طابعة خاصة لطبع تاريخ الإنتاج وفترة الصلاحية وكود الإنتاج على كل عبوة. Thank you.
شكرا على المشاهدة، واخبرونا في التعليقات اي من العمليات الصناعية المدهشة التي استعرضناها على قائمتنا ترونها اليوم لاول مرة. ولا تنسوا اذا اعجبكم الفيديو اضغطوا لايك وشاركوه مع اصدقائكم على مواقع التواصل الاجتماعي، وللمزيد اشتركوا بالقناة، ولا تنسوا ايضا تفعيل خاصية الجرس ليصلكم كل جديد. الى اللقاء.